السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدين قناتي قناة نفيد ونستفيد. محمود وادي يحييكم دائما ومن جديد، وبعد طول الانتظار أكيد اليوم جمعة مباركة عليكم إخواني الأعزاء. أكيد اليوم جمعة مباركة على الجميع. طبعا من البداية الحمد لله حمدا طيبا كثيرا، الحمد لله وكفى دائما، والصلاة على نبينا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. اليوم يا اخواني باذن الله ساناقش معكم موضوع هو كثير انطلب مني، عن كيف او طريقة فطم الفراخ او الفترة التي نقوم بها بعزل الفراخ اي فطمهم عن الوالدين خصوصا عند الباجي. اخواني الاعزاء ان فترة الفطام تتراوح ما بين 15 يوم الى 30 يوم، وهذا يرجع بالاساس او بالمدة الى الجينات او الانسجة التي تفرق او تفرق بين فرخ واخر من خلال صفاته وبنيانه الجسدي واكيد سلالته. فبعض الفروخ يا اخواني ممكن عن 15 يوم تلاحظ بانها اصبحت جاهزة، اي انها تعتمد على نفسها بالاكل. هنا تلاحظ بأن هذا الفرخ أصبح جاهز عن غيره من إخوانه، لأن بنيانه الجسدي قوي جدا ونسله قوي ويعتمد على نفسه بالأكل، فتحكم عليه بأنه أصبح جاهز لكي تعزله. الذي يقوم بالاعتماد على نفسه من خلال أول شيء أكيد نقل الحبوب وأكل الحبوب، هذا يكون قد أصبح جاهز للعزل. إذا هذه هي الفترة المناسبة من بين 15 يوم إلى 30 يوم. أنت كمربي تلاحظ أكيد سلوك الفرخ من خلال أكله وشربه، إن اعتمد على نفسه وبدأ بقدم الحبوب وأكلها، إذا هذا الفرخ بإذن الله جاهز في هذه الفترة. إذا يمكنك عزل الفراخ بكل أريحية ودون خوف. هذه يا إخوان هي الحلقة اليوم، أكيد انطلبت مني وأنا حبيت بعجالة اختصارها لكي تكون قد بإذن الله وصلت واستقرت في الأذهان لدى أكثر من مربين خصوصا الجدد. دائما نسعى بالرقي بالجدد للوصول بفائدة وأكثر خبرة لهم ونقل أكثر من معلومة لغيرهم، أي أن الجدد ينفعون غيرهم من الإخوة الذين لم يحرفهم الحظ ويلحقوا هذه الحلقات. بالنهاية يا إخواني أكيد شاكر حسن استماعكم ومشاهدتكم، وأكيد يا إخواني راح ننزل كل ما هو جديد عندكم المدونة على الجوجل، مدونة نفيد ونستفيد، وجروبنا على الفيسبوك قناة نفيد ونستفيد، وأيضا الصفحة على الفيسبوك قناة نفيد ونستفيد، وصندوق الردود في اليوتيوب أسفل الفيديو لاستفساراتكم أكيد، والواتس أب في صندوق الوصف أيضا للأسئلة بشكل مباشر والإجابة عنها بإذن الله تعالى. في النهاية أكيد كل الاحترام لكم باسمكم أو بألقابكم في كل أنحاء العالم ممن يتابعوننا، وأكيد هذه القناة لكم وأنا منكم أخوكم دائما وبحبكم أكيد محمود وادي، قناة نفيد ونستفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.